وعدنا لكم من جديد. تعتبر الشبكية من تكوينات العين المهمة جدا، وعشان الواحد يقدر يبصر وتكون الرؤية عنده واضحة، لكن أحيانا ممكن تتأذى الشبكية، هذا الشيء يأثر على الإبصار، خاصة أنه هذا الشيء ممكن يكون خطير إذا كان الواحد عنده مرض السكر. فعليا إيمان، وفي هذه الشبكة في هذه الفقرة راح نتعرف أكثر على الشبكية وإيش هي الأمراض اللي ممكن تتعرض لها وكيف ممكن تعمل وكيف ممكن نعالجها. طبعا هذا كله مع دكتورة خديجة العطاس، استشاري الشبكية وأستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك، شكرا استضافتكم إسرار وإيمان. شكرا لك. طيب خلينا في البدايه نتعرف اكثر على الشبكيه ووظائفها. طيب يمكن تكلمنا مره كثير عن الشبكيه قبل كده، وموضوع انطرح اكثر من مره، بس حرجع اتكلم مره ثانيه وثالثه ورابعه عن الشبكيه، لانه احنا في شهر نوفمبر، شهر التوعيه بمرض السكر، والسكر له تاثير مباشر ومره خطير على الشبكيه. ولازم نوعي المجتمع، كل يوم في احد بينصاب بالسكر، لما يكون عندهم توعية كفاية وكاملة بأعراضها ومخاطرها وكيف الطرق للوقاية منها. صحيح. الشبكية هي المكان الوحيد في جسم الإنسان اللي ممكن نشوف منه الأنسجة والخلايا والأوعية الدموية بشكل مباشر. حلو. فممكن نستغلها ونستخدم من خلالها ومن طريقها نقدر نعرف أمراض كثيرة زي ضغط الدم، زي أورام المخ، وزي السكر. نرجع للشبكية مرة ثانية. ايش هي؟ طب حكينا اكثر دكتورة خديجة، ايش هي الامراض اللي ممكن تصيب شبكية العين؟ طب نقول ايش الشبكية اول عشان أوكي. نقول شبكية أوكي. العين. الشبكية هي الطبقة الرفيعة اللي اخر شيء تبطن القاع العين. طبقة جدا نحيفة سخيفة تتكون من 10 طبقات، بحيث انه كل العشرة طبقات ما تعدي سمك ورقة كتاب. فيها خلايا ومستقبلات ضوئية حساسة مرة للضوء، تمكننا من الرؤية الليلية، تمكننا من تمييز الألوان، وطبعا الرؤية في النهار. وظيفة الشبكية زي الكاميرا بالضبط، يعني هذا أقرب مثال. تأخذ الصورة، تحولها لموجات ضوئية وكيميائية، توصلها للعصب البصري وبالتالي للمخ، والمخ يرجع يحولها مرة ثانية للصورة. فهي تعتبر الكاميرا اللي احنا بنستخدم فيها ونشوف بها. صحيح. اوكي، طيب والامراض اللي ممكن تصيبها حكينا اكثر عنها. الامراض مره كثير. في امراض اللي تصاحب الامراض المزمنه زي الضغط، السكر، امراض الكلى، كلها ممكن تاثر على الشبكيه. في شيء اسمه انفصال الشبكيه او قطع جزء منها. في عندنا تحلل الشبكيه العمري، يصيب الناس من بعد الستين. عندنا كمان زي ما تكون في جلطات في الدم، في الاوعيه الدمويه في جسم الانسان، برضه بتصير جلطات في العين. في عندنا الامراض اللي تصاحب امراض الدم زي الانيميا المنجليه والانيميا البحر المتوسط، كل دي ممكن الشبكيه تتعرض لها. صحيح. ذكرت انها تتعرض لامراض السكر، واحنا دائما نسمع انه هناك علاقه بين الشبكيه وامراض السكر، فايش ممكن تاثر عليها؟ السكر تعرف انه يصيب كل اعضاء جسم الانسان، يصيب القلب، الكلى، القدم، والعيون من اكثر الاشياء اللي ممكن تتعرض للسكر. السكر ممكن يعمل يسرع المويه البيضاء او يساعد في تكوين المويه البيضاء، يساعد في تكوين المويه الزرقاء اللي هي ارتفاع ضغط العين، ممكن ياثر على العصب البصري، ممكن ياثر على مركز الابصار. بس كيف ياثر على نفس الشبكيه؟ انا احب اقرب المفهوم بمثال دائما استخدمه. لو اعتبرنا انه خلايا الشبكيه كانها بيوت جدرانها لاصقه في بعض، وفي بينها شوارع او انابيب هي الاوعيه الدمويه. كل ما كان السكر عالي في الجسم تقل قدرة الأوعية الدموية أنها تشيل معاها أكسجين، فبالتالي ما بتوصل أكسجين كفاية لهذه البيوت أو هذه الخلايا، وبالتالي تبدأ تموت أو تقل التغذية. صحيح. فيها كمان السكر الموجود في نفس الأوعية الدموية هذه بضعف جدران الخلية، فسهل أنها ترسب وترشح برا الأوعية الدموية هذه. إذا كان الترسيب ده في مركز الإبصار فحيصير عندنا مشكلة في النظر أو في مشكلة في قوة النظر، حتبدا الشبكيه او البيوت هذه تقول انا اي نيد مور اكسجين، احتاج اكسجين زياده، احتاج غذاء، فبتطلع اوعيه دمويه صغيره جديده مره ضعيفه، ما هي زي بقوه الاوعيه الدمويه اللي ربنا خلقنا بيها. صحيح. عيب هذه الاوعيه الدمويه انها سهله النزيف وسهله انها تسوي نزيف داخل العين، بالتالي حتسوي لنا نزيف داخل الشبكيه
حتصير مشاكل شيء غريب جدا صراحه. هذا ابسط مثال ممكن اوصل لكم فيه، فانه بتاثر على جميع اجزاء العين وخاصه الشبكيه. طيب نبي نعرف اكثر دكتوره خديجه، هل كل انسان، بنتكلم على كل انسان مريض بمرض السكر، هو معرض للاصابه بالشبكيه ولا لا؟ حالات وحالات. سؤال مره حلو مره مهم. انا اقول لك اي مريض بالسكر معرض للاصابه بسكر العين او الشبكيه. اوكي. هنا حيجي دورنا نحن ودوركم ودور المريض، اللي هو انا احس انه هو اهم دورنا كلنا في هذا الموضوع، لانه هو ممكن يمنع حدوث ذا المرض او انه ياخر حدوثه، او انه لو سمح الله سلوا السكر في الشبكيه. أيوة. كيف يكون عنده توعيه كامله كيف يتعالج منها. صحيح صحيح. فنقول نسب في السعوديه عندنا 25% من المجتمع عنده سكر، وحضيف نقطه 25% زياده ما يعرف انه عندهم سكر بس هم عندهم سكر، فاحنا بنتكلم على نص. صحيح. نص. صحيح. المجتمع عنده سكر. صحيح. الاحصائيات اللي برا تقول انه 15-20% من الناس اللي عندهم سكر في جسمهم بيجيهم مرض في عينهم. للاسف عندنا الاحصائيه مره اعلى بمره بكثير، احنا عندنا من 80-90% من المرضى اللي عندهم سكر اوريدي عندهم مشاكل يعني في الشبكيه. كلها نسب مرعبه، ولكن ايش العلاجات اللي متوفره عندنا اليوم لعلاج الشبكيه، وفي نفس الوقت كمان كيف ممكن اقي نفسي من امراض الشبكيه؟ حجاوب العلاجات بشكل سريع، بس حندخل في الوقايه لانه هذا هدف كل الموضوع اليوم. بس برضه بشكل سريع. بالضبط. يعني العلاج حسب اي مرحله من المرض وصل. فعندنا في علاج بالليزر، علاج يعتبر بسيط، نجيب مريض في العيادة نحط له بنج ونعمل ليزر. العلاج الثاني عندنا اللي هو بالإبر، نعطي إبر في داخل العين تحاول قتل الأوعية الدموية الجديدة هذه اللي تكلمنا عنها لسهلة النزف. العلاج الثالث حيكون تدخل جراحي. حلو. الوقاية من السكر زي كأنك بنفس وقاية الجسم من السكر، بالحمية الغذائية المضبوطة والأكل الصحي. إذا أنت مريض بالسكر على الدايت تمشي على الدايت مضبوط، إذا أنت على حبوب حلو. تمشي على علاجك، إذا أنت على إنسولين تأخذ علاجك. في كثير ناس يخافوا من الإنسولين. المشي والرياضة، تجنب التدخين. إذا أنت عندك مرض ضغط أو مرض كلى أو مرض تاني تحاول تتعالج منه. في أشياء بتزود شوية السكر في العين زي الحمل، يعني أي مريضة تكون حامل احتمال أنها تزيد السكر في الشبكية أكثر. نبي نعرف طيب أكثر دكتورة، هل الأطفال في مأمن من حكاية الإصابة في الشبكية ولا لا؟ هي ما لها دخل في الأعمار. الأطفال عندهم كثير أمراض للشبكية، أكيد سكر الشبكية بيصيبهم. كمان عندهم اللي هو الأطفال الخدش، بيجيهم لأنه ما تكونت الشبكية كاملة، فبيصير عندهم كثير أشياء زي انفصال الشبكية. في عندهم العشاء الليلي، في أمراض التصبغات الشبكية، دي كل أمراض ممكن تمر على الأطفال. فعلا فعلا. طب ايش النصائح اللي ممكن نختم بها هذا اللقاء تفيد الناس؟ المسج تو تيك هوم، المسج اللي ابغاكم يعني كلكم تعرفوها، اي مريض سكر، اي مريض عنده سكر اكتشفه امس اكتشفه قبل سنه، لازم يزور دكتور العيون لو مره في السنه اذا ما كان عنده ولا اي حاجه. طبعا اذا كان عنده اي يعني اعراض فانه راح تكون الزيارات اكثر واقرب. صحيح. الاستشاريه دكتوره خديجه ياسين العطاس، شكرا ليكي واسعدنا حضورك ومشاركتك معنا. شكرا لكم. تسلم.